بعد إسدال الستار عن مرحلة الذهاب للقسم الوطني الثالث هوات وسط غرب، احتل وفاق سولغزلان المركز الأول في قائمة الترتيب بفارق 14 نقطة عن صاحب المركز الثاني، ليكون البطل الشتوي في انتظار مرحلة الإياب لتحقيق حلم الصعود للقسم الوطني الثاني الذي تبخر الموسم الفارط في مباراة السد. الصور ديجا معروفة، راك عارف الصور تاعها قديمة بزاف. ان شاء الله بريفا ان شاء الله مو هي تلعب في ناسيونال الان ان شاء الله بربي احنا ديروا اللي علينا والباقي على ربي ان شاء الله. احنا صابرين فوق طاقتنا، نطلب من السلطات يعاونونا ان شاء الله بربي اللي في خير ربي يجيبها ان شاء الله. نداء للسلطات المعنيه ان شاء الله ينظروا فينا نظره، باسكو ان اللعب وان في كاتم واسانكم وماناش خالصين الرواتب نتاعنا، ماناش الدين المستحقات نتاعنا. النادي راهو في ازمه ماليه، راهو يعاني الحمد لله، كثر خير الرجال اللي واقفين على هذا الفريق. ثبات في المستوى وتشريف لولاية البويرة كرويا، إلا أن الفريق يمر بوضعية مالية صعبة أمام أعين المسؤولين. أخذنا النقطة 43، بطل شتوي في الجولة السابقة وين حققنا البطل الشتوي. نشكر اللاعبين، نشكر الطاقم الفني، نشكر جميع الأنصار، نشكر جميع اللي واقفين مع هذا الفريق. نشد السلطات الولائية والمحلية على رأسهم السيد الوالي ولي البويرة ورئيس دائرة الغزلان ورئيس المجلس الشعبي البلدي ولا مدير الشباب والرياضة باش يلتفوا الفريق هذا. كانش اللي جاء وقال الفريق هذا اللي جوار هذو اسكو راهم خالصين ما مش خالصين، هم ياكلوا ما مش ياكلوا، هم يلبسوا ما مش يلبسوا. احنا لازم كأنصار نروحوا نعاونوهم ونقدموا لهم يد المساعدة ونطلبوا من المسؤولين رجال الأعمال، نطلبوا من الدعم من السيد والي ولاية البويرة. مدرسة وفاق سور الغزلان التي كانت ولا زالت تبرز رغم التهميش، فأبناؤها اليوم حلمهم الأكبر هو أن تعود لمصاف الكبار.